غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. عقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.